أمايا أنا وايد فرحان عسب أحمد بيصوم معانا أول رمضان. ما شاء الله عليه طالع لبوه. أنا أتذكر زين يوم أنت صمت فرحتنا كانت كبيرة. إيه وأنا بعد أتذكر فرحتكم زين. هلا هلا بفطورة هالسنة. ما شي غير حليب النوق وتمر يبدي فيه. تحيد كيف كان يقويك عالصوم؟ إيه حليب إبل كاملشز غني بالبروتين والفيتامينات بيخليه صاحي ومناعته عالية ويقوي على الصوم. مو بهو بس كلنا بعد فطورنا وسحورنا ما يخلى من كاملشز. احتفلوا بالشهر الفضيل مع حليب الإبل كاملشز. رمضان كريم.